لاني دايما كنت مقتنع ان النظام السابق بيحط الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب، ولاني كنت عايز اغير ده، ولان طلعنا بالثوره عشان نعمل ده، اختار بشوي صادق اللجنه الفنيه. لاني اول مره احس بقيمه صوتي انا اختار صح، اختار بشوي صادق في اللجنه الفنيه. انزل وقت 5 معاك، مش لازم يختار بشوي صادق. واخيرا بقى لينا صوت في الكليه ومن حقنا نعبر عن راينا، انا هنتخب بشوي صادق في اللجنه الفنيه. عشان انا عايز اختار حد يكون فاهم في المجال، ولازم اللي اختاره في المجال السياسي يكون بيفهم في السياسه، انا هختار بشوي صادق، راجل فنان وراجل تاريخه معروف. انا هروح انتخابات اتحاد الطلبه عشان اكون عضو فعال في الموضوع وما اكونش سلبي. انا هنتخب بشوي صادق عشان هو فنان كويس. عشان انا رايح انتخابنا انا هنزل واختار، كلها لازم ننزل واختار، عشان كده انا لازم اختار بشوي صادق. اخترت بشوي صادق عشان في اوقات كتير الواحد بيجي عليها وقت بيبقى محتاج يبقى هو اكبر من سنه. انا سنه اولى وكان نفسي ابقى في سنه ثالثه عشان اختار بشوي صادق اللجنه الفنيه، عشان انا واثق في جميع قدراتي. انا هختار بشوي صادق عشان صح، عشان مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، عشان بقيت انا اختار مين احسن في المكان الاحسن، انا هختار بشوي صادق. عشان انا مؤمن بقدراته وعارف ان هو هيغير اللجنه الفنيه، انا اخترت بشوي صادق في اللجنه الفنيه، وهنزل واختار بشوي صادق في اللجنه الفنيه. انا اخترت بشوي صادق في اللجنه الفنيه. هختار بشوي صادق. انا هنتخب بشوي صادق في اللجنه الفنيه. انا هختار بشوي عشان صح. وانا كمان هنزل اختار بشوي صادق. هختار بشوي صادق. هختار بشوي صادق. لاني دايما كنت باخد على النظام السابق. مش اسلوب ده، اسلوب بتاعك معاك يا صلاح. انا هختار بشوي صادق عشان صح. انا هختار بشوي عشان صح. معلش اكمل من الاخر. استنى يا لهوي، معلش صلاح زي ما نزلت وقلت رايي في موضوع الاستفتاء بتاع الانتخابات. اوبا زي ما نزلت وقلت رايي في التعديلات الدستوريه. هقتلك يا وسيم. هقتلك ما تهرجوش. استنى استنى عشان انا عندي شويه. انا هنزل واختار نفسي بشوي صادق. بشوي انا هنزل. ايه فنان.